صرف سيادة الرئيس لما أمر بزيادات الخاصة بالسلع التموينية عشان كمان نبقى شايفين كمان الدولة شايفة أهلها. سيادة الرئيس شايف الناس محتاجة إيه، فدعم للمواطنين ال 100 جنيه، ال 100 جنيه فرق معاه جدا لما تسمعوا الناس وهم بيتكلموا على السلع التموينية 100 جنيه وال 200 وال 300 جنيه. تعالوا نتابع هذا التقرير في المفاصل الأخير وأعود لحضراتكم. شهدت عمليات صرف المواد التموينية لدى بقالي وبدال التموين ومشروع جمعيتي إقبال من المواطنين للحصول على منحة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها أكثر من 36 مليون مواطن مقيدين داخل 9 مليون بطاقة تموينية، وهم أصحاب الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي معاشات تكافل وكرامة وبعض المعاشات الأخرى، وأصحاب الدخول المحدودة من العاملين والموظفين والتي تبلغ دخولهم أقل من 2700 جنيها، وبموجبها يستحقون صرف تلك المنحة، حيث قسمت إلى ثلاث فئات تبدأ الفئة الأولى بزيادة 100 جنيه وتشمل أسرة واحدة، والفئة الثانية أكثر من أسرة حتى أسرتين وتشمل 200 جنيها، والفئة الأخيرة من ثلاث أسر وسيضاف إلى بطاقتها زيادة قدرها 300 جنيها. تستمر تلك المنحة لمدة 6 أشهر، كما يمكن للمواطن صرف السلع التموينية الشهرية على 4 مرات خلال الشهر الواحد. طب المواطن بيصرفها ازاي؟ اول ما بيجيب العيش بيطلع له تم اضافه 100 جنيه او 200 جنيه او 300 على حسب عدد الاسر. بيجينا عند البدال مثلا نفترض اربع افراد، الاربع افراد ب 200 جنيه يطلع له البون انت المستحق ال 300 جنيه مثلا اللي هو ال 100 جنيه الاضافيه، ياخد بيهم اي سلعه عاوزها، سكر، زيت، رز. بالنسبه للتجار التموين شباب جمعيتي بيبقى عندهم المخزون بتاعهم 25% من قيمه التارجت اللي بيصرفوه كل شهر، بيبقى ببدايه الشهر، بحيث ان المواطن لما ينزل 9 الصبح لغايه 9 بالليل بيلاقي المنتجات بتاعته موجوده. معالي وزير التموين امر بان المخازن الشركه المصريه تفتح جمعه وسبت ومفيش اجازات. المواطنون اعربوا عن سعادتهم لتلك الزياده، خاصه في ظل ما يعانيه العالم اجمع ومصر كذلك من ازمه ارتفاع للاسعار جراء ما يشهده من احداث وبائيه والحرب الروسيه الاوكرانيه والازمات الاقتصاديه المتعدده التي تمخضت عنهم. جاني صرفت تموين وجاني 100 جنيه زياده يعني. لا ده جت في وقتها طبعا، ربنا يخلي السيسي والشعب المصري ما شاء الله، الله اكبر عليه. والله حلو الحمد لله، وربنا يبارك في السيسي ويخليهولنا يا رب. وكل حاجه موجوده، والسكر والرز والسمن وكل شيء موجود، اللي عايزينه بنجي ناخدوه، ربنا يخليه. وجت في الظروف يعني احنا محتاجين صراحه. الحمد لله جالي زياده 100 جنيه الحمد لله. الزياده دي هتبسط ناس كتير جدا فعلا، في ناس غلابه ومحتاجه للسلع دي تكون ارخص من بره. الناس غلابه تستحق الحاجات دي. انا ممكن اشتري ازازه زيت ممكن يعني، اما اجي في نص الشهر هشتريها، انما في ناس ما تقدرش بتستنى للشهر الثاني لما يجي. عايز اقول الحمد لله ان الزياده جت لنا في عز ما احنا كنا محتاجين، والدنيا غاليه قوي بزياده مش معقوله. الرز ب 18 جنيه بره، وازازه الزيت ما نعرفش الكيلو بتاعها بكام. بالنسبه للايام اللي احنا فيها دي جت في وقتها، والحمد لله بالنسبه للفقير مبسوط بيها جدا. انا ممكن امشي شارعين ثلاثه عشان اوفر جنيه، فما بالك لما تجيني 100 جنيه هتلاقي الناس يعني ماسكينها يعني مبسوطين. صرف السلع يستمر على مدار الشهر ولا يوجد اجازات لبقال التموين، كما تم زياده السلع التموينيه من 25 الى 29 سلعه تموينيه بزياده 4 سلع جديده. ايمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.